مساء نادي أسرة القلم الجميل، مساء الثقافة الوطنية الجانتي، دائبة نادي أسرة القلم على العديد من النشاطات الثقافية، سواء كانت في المجال الأدبي أو في المجال السياسي أو في المجال الفني، جزء لا يتجزأ من الثقافة، الثقافة السياسية. ونحن الآن وقبل أن نبدأ في حضرة حدث جلل، هدوء يا شباب، حمد هدوء. ونحن في حضرة حدث جلل، الانتفاضة الفلسطينية بدأت تشتعل من جديد ولا تزال تقدم الشهيدة والشهيد، ولا يزالوا يكسرون أسطورة أن الكبار يموتون والصغار سينسون. إجلالا لهؤلاء الشهداء نقف دقيقة صمت على أرواحهم. نبع الانتفاضة ومن البعد العربي والقومي لأردننا الحبيب، ومن أن أمن الأردن ومنعته هي جزء من تحرير فلسطين، ولأن القضايا الوطنية بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى مواقف متجذرة. بدأ الإصلاح السياسي في الأردن في عهده الثاني منذ 1989، وقد شهدنا عودة البرلمان الأردني وقانون الأحزاب السياسية بال93 وما رفق ذلك من أحزاب سياسية اتخذت طابع مميز. وبعد الربيع العربي وصمود الأردن في وجه كل التغيرات الإقليمية، كان هنالك نقطة تحول أخرى في المئوية الثانية من الأردن ومن عمر مملكتنا الحبيبة بلجنة الإصلاح السياسي، وقد تولد عنها قانون الأحزاب وقانون الانتخاب الجديد. طالما كنا نسمع عن الدائرة الوطنية وعلاقتها بالتطور السياسي والتطور الاقتصادي في المملكة، ولكن هل هذا القانون حاز على رضا الشعب؟ هل تشكيل الأحزاب السياسية بهذه الطريقة حازت على رضا السياسيين؟ الآن القانون بشقين، قانون الأحزاب أو قانون الانتخاب، أصبح أمر واقع لا مفر منه ويجب أن نتعامل فيه. تعاملنا مع هذا القانون ولد مفهوم جديد، وهو مفهوم الأحزاب البرامجية، وكان عنوان ندوتنا اليوم ما بين الأيديولوجية والبرامجية للأحزاب. فما معنى البرامجية في الأحزاب؟ هذا ما سنسمعه من الدكتورة رغى رحوب الأمين العام السابق لحزب أردن أقوى والأمين العام لحزب العمال تحت التأسيس، و الدكتور عمر إيميل عواد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني. خلي الدكتور يبدأ باليسار ونرجع له. إذا بنوجه سؤالنا بالنحو التالي: ما هي الأيديولوجية الحزبية؟
لحزب ايديولوجي منذ ان تاسس في بدايه القرن الماضي. الحزب الشيوعي الاردني هو معروف حزب ايديولوجي يعتمد النظريه سواء الماركسيه او اللينينيه، ولكن هو حزب ايديولوجي. فما معنى الايديولوجيه وما الفرق بين الايديولوجيه والبرامجيه؟ استاذ عمر، مساء الخير. انا بدايه بشكرك وبشكر نادي صوت القلم على هذا التواصل المطلوب وهي الحيويه اللي عملها نلمسها في الفتره الاخيره في تنوع الضيوف وتنوع الموضوعات الطرح. وبالتالي ما الي الا مدى الشكر انه فعلا مدينه مثل الزرقاء بحاجه ويعاد الزخم يعني للطرح الثقافي وللطرح السياسي، وان كان المنبر هو نادي صوت القلم فهو المنبر الموحد تاريخيا انه يلعب هذا الدور. فانا بحييك وبحيي الهيئة الإدارية للنادي وأعضاء النادي على هاي الحيوية. بداية إنه هل السؤال صحيح؟ يعني أحزاب أيديولوجية أم أحزاب برامجية؟ طب دولة مثل دولتنا من دول العالم النامي اللي يعني بالحد الأدنى بنقدر نحكي التصنيف السياسي لإلها مرحلة تمر بمرحلة من الانتقال الديمقراطي. لم تترسخ أي شكل من أشكال الديمقراطية الأردنية أو عملية سياسية الناس والأحزاب اللي تخبرها بتراكم خبراتها على أساسها، وبالتالي تعرف قدود العملية السياسية، آليات تشكيل الحكومات، البرلمان، الثقة الشعبية في البرلمان. هل السؤال منطقي؟ أنا أعتبر سؤال إطلاقا غير منطقي. أحزاب أيديولوجية أم أحزاب برامجية؟ هذا سؤال يعني بعتبره تلهائي أو ترند مثل ما السوشيال ميديا عاملة هالأيام. في ترند بالسياسة بس في المجتمعات وبالحداثة السائلة يعني في علم الاجتماع السياسي طبعا ممكن تطلع ترند ويصير عملية إلهاء للناس عن الأسئلة وطبيعة الأسئلة الجوهرية اللي احنا لازم نطبقها. كحزب مورس عليه قانون مكافحة ومنع من التعبير عن الرأي وطالب الناس انها تعبر عن رأيها وطالب انه من حق الناس انها تعبر عن رأيها، انا لا استطيع ان اعترض على اي تشكيل سياسي بشكله الأردنية وبالتفوحة. وبالتالي انا بعتبره بالعكس هذه ظاهره ايجابيه انه الناس تلتفت للاحزاب وتشكل احزابها وفق رؤاها وفق مصالحها الفئويه او الطبقيه، هذا حق للناس. انا لا اعترض من حيث المبدا، على العكس انا اسعى ان تصبح العمليه السياسيه في البلد عمليه مسيسه وان تنعكس على الانتخابات، ان تكون اساس الانتخابات هو عمليه تسييس وسلوك سياسي وليس سلوك عشائري او قبلي او جاوي او ما دون الدوله. وبالتالي أنا كحزب شيوعي بالعكس أنا أكون سعيد جدا كل ما بتشكل حزب جديد في الأردن، بغض النظر أتفق ما أختلف معه، أنا بكون سعيد لأنه الأحزاب اللي مورس عليها التضييق واللي مورس عليها المنح هي أكثر الأحزاب اللي بتطالع واللي بتدرك شو معنى الحقوق الدستورية اللي هي حق التعبير وحق تشكيل التنظيمات الاجتماعية. وبالتالي من حيث المبدأ بالعكس إحنا بنكون سعداء إذا العملية السياسية رايحة ترفع من مستوى التسييس في البلد، لكن احنا ما بنقدر ناخذ الموضوع هيك خارج من سياق. انا بتوقع في حاله التراجع في الحريات في الاردن في حاله ملفته في التراجع في الحريات وحق التعبير عن الراي. وبالتالي بصير السؤال انه هل احنا مقبلين على مرحله جديده ام نحن امام هندسه تمارسها السلطه بطريقه فوقيه تمام للحياه السياسيه والاجتماعيه في البلد. إذا بدنا نشوف حالة الحريات، إذا نحن نتقن وبنكون متقنين تماما على اليقين إنه احنا أمام هندسة للحياة السياسية في البلد. هل هذا تعبير أزمة؟ نعم تعبير أزمة. وأنا أستغرب من الثقة اللي بيحكوا فيها كل المسؤولين، حتى تواضع ما في الطرح. تواضع يعني البلد بأزمة والعالم كله بمر بأزمة وبدل ما نسمع بعض ونتحاور مع بعض، لا بتلاقي في نبرة من الثقة العالية اللي بتمنع وبتقطع الطريق على أي حوار. لا هذا تعبير عن الناس اللي بيشوف عملية الثقة الشعبية في العملية السياسية ككل، إن كان انتخابات نقابات، انتخابات مجالس نيابية، المشاركة في الحياة السياسية، بعرف إنه في أزمة ثقة كبيرة ما بتتحمل مسؤولية لا الدكتور أبو الرحمن ولا الأحزاب الجديدة اللي بدها تصير ولا الأحزاب التقليدية اللي بتهمون إنه إحنا أحزاب تقليدية لأنه ما حدا استلم السلطة في البلد. وهون السؤال وأنا هاي جاي عليه القبول بالأحزاب من حيث العنوان، انا ما بدي احكي بس لا ايديولوجيه ولا برامجيه، من حيث العنوان في وظيفه اساسيه للاحزاب هي الوصول للسلطه.
والتعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والطبقية اللي التفت حولها وزكتها عن طريق صندوق الاقتراع وبطرق السلمية انها تتبوأ هاي المرحلة في إدارة لفت البلاد. طيب إذا الأحزاب ما وصلت للسوق ولم تختبر ولا حزب بالأردن اختبر، هل أي أساس جاي تنظروا علينا موصل معايطة لبسك ملف التنمية السياسية أكثر من 20 سنة؟ اليوم هو يمسك ملف التحول لأحزاب برامجية وأحزاب جماهيرية. طب هاي الناس اخترفت جرائم بحق التطور السياسي والاجتماعي والديمقراطي في البلد، اخترفت جرائم حقيقية. هاي الأحزاب، هاي المؤسسات ما دافعت عن حق الأحزاب بالوصول للجامعات، وهذا نضال بالدكتور رولا بتعرف إنه هذا نضال للأحزاب العقائدية والأحزاب التقليدية واللي بدكم تسموها. لما بنحرم شبابنا من إنه يعبروا ببيئة آمنة عن حق التعبير بالرأي، أي عملية سياسية وأي عملية حزبية بدك إياها، وليل نهار طالع على التلفزيونات وبدنا أحزاب برامجية، وإجا الوقت التحول. طيب هاي هلا برا إذا بدك تأخذ عن نظريات الليبرالية، في نظريات جديدة بقول لك سياسة بدون أحزاب، وبتدفع إنه المجتمع المدني هو يصير اللي بتولى القيادة والإن جي أو والتمويل. ويلا بدك تروح للنظريات الجديدة إنه لا، ممكن أحزاب الفرد الواحد، وهي صارت في أوروبا، ماكرون حزب فرد واحد يعني عشان التهمناش بصدام حسين والأسد وبس كأنه إحنا الأمة اللي خارج الحضارة البشرية. لا، ماكرون حزب الشخص الواحد، حزب المصالح اللي بيعبر عنه الشخص الواحد. إذا بدنا نخطب بالفكرة، إذا إحنا أمام هندسة للحياة السياسية، هاي هي القناعة لازم نناقش فيها الجو الجديد في البلد أو اللي على أساسه بدها تصير التشريعات الجديدة. ومن حيث المبدا مره اخرى، انا كحزب شيوعي لن اعترض بل افرح انه ابناء شعبنا بيسعوا لتشكيل احزابهم، تشكيل كل الكتل السياسيه اللي هم بيرتقوا انه هاي بتمثلهم، بتمثل طموحهم. انا ما لي حق على الناس غير اني ادفعهم يعبروا عن رايهم. تمام؟ اما السؤال هل انتهت الايديولوجيا؟ انا برايي لا، لم تنتهي الايديولوجيا. وهل الاحزاب كانت ايديولوجيه اكثر ما كانت وطنيه؟ انا بدعي الجميع في 51 تأسس الحزب الشيوعي الأردني ويقروا البرنامج السياسي والوطني اللي رفعه الحزب الشيوعي الأردني بال 51 عشان تحكموا علينا هل احنا كنا أحزاب أيديولوجية بس ولا أحزاب استندت لمرجعية فكرية وفلسفية. وهذا علم، الفلسفة علم والفكر البشري علم، من حقي اني استند لمرجعيات فكرية وفلسفية والناس تحاكمني بالالتزام المبدئي بهذه المرجعيات وحكيتها وانتجت برنامج وطني. لما حكينا عن توطين البدو كهربة الريف، عن حقوق المرأة في 51 كحزب شيوعي أردني، دخيلكم وين وين يعني طرحنا الاشتراكية في الأردن؟ ما طرحت الاشتراكية في الأردن، لا اليسار طرحها بإجابة الأحزاب اليسارية، ولا طرحتها الأحزاب القومية اللي نوعا ما كمان تستند لفكر اشتراكي في هذا الموضوع. الكل طرح برنامج وطني لأزمة البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل عبر عن رأيه في هذا البرنامج. طيب الأحزاب الجديدة اللي جاية على الخط، أكيد أنا ما بحكي تجربة الدكتورة رولا، بس هي عندها تجربتها الحزبية والبرلمانية، أنا بدي أحكي عن الأحزاب الجديدة اللي بتتشكل من أصحاب المعاني وأصحاب السعادة اللي هم أصحاب أزمة البلد، هم الآن بده يقودونا للمشهد السياسي الجديد في البلد. شوفوا سبحان الله، سبحان الله الكوميديا كيف بتصير. هذا إشي كثير للسخرية وبيخوف، في مكان ما بيخوف. هناك من يريد أن يحتكر العملية السياسية في البلد فقط على أصحاب النفوذ وعلى أصحاب المعالي والمراكز المالية. ما بدهم قوة شعبية في البلد. اللي بده قوة شعبية والناس تعبر عن رأيها أنا ملتزم بالولايات، بس أعطيني شكل. بده الناس تعبر عن رأيها، بده يوفر شرط ديمقراطي للكل. من حق الإسلام يعبر والشيوعي يعبر والوسط يعبر ومين ما بدك يعبر. اما في قانون جرائم الكترونيه بتكتب بوست، شاب صغير بروح بكره بتجرجر هو واهله وبتعرفش من وين، تبدا من عند شمال عمان وتوصل لامن الدوله. هذا لا، هذا تقييد للناس وترهيب للناس انها تعبر عن رايها. الحقيقه بدها تكون انه اول شيء يوفر الشرط الديمقراطي من حق الناس، تروح لاحزاب ما تروح لاحزاب، هذا برجع للناس وللكتل الاجتماعيه كيف بتعبر عن نفسها في هذا الموضوع. طب معقول برلمان من سنه 89 نادينا في عودته للبلد، كان ضرورة عودته للبلد، لليوم أخفق في أنه يشكل توازن اجتماعي وسياسي صارت البلد بتهيأ؟ أنت في إقليم مقبل على مخططات ما لها أول ولا آخر، في إعادة رسم وإعادة توزيع مراكز ثقل، واليوم إسرائيل بطلت قاعدة أمريكية زي ما الكل بحب يريح راسه. اليوم إسرائيل بتطرح نفسها مركز في المنطقة،
وعمليات التطبيع وعمليات التطبيع هو التعامل المباشر مع هذا المركز لتوفير حماية هاي تك احكوا بدكم اياه دراسات كبيرة. طيب معقول؟ معقول من 89 لليوم ولا برلمان قدر يعبر عن الناس ويخلق هذا التوازن؟ وصلت حالات فردية لكنها حالات فردية وحوري بقى ومنعرفها ومنعرفها بالأسان. نبدأ من وين ما بدكم، من كل التيارات كان في حالات حاولت أنها تقدم، لكن عدم استناد البرلمان والعملية السياسية لفرز سياسي في البلد وقانون الانتخاب اللي عزز هاي الأمراض، إحنا صرنا نشوف مرشحين بدو أي سياسة بيعبروا عن مصالحهم ومصالحهم جماعة من مصالح الجماعات اللي وصلوا. طب بلاش مصالح الجماعات، إحنا نتمنى كمان تطلع قيادات شعبية. يا ريت بطلع قيادات شعبية، مش عمال بطلع. كل الدراسات الأكاديمية بتحكي إنه التوزيع في البرلمان إما بيروقراطية عليا كان في مواقع النفوذ وبتكافئ الأخ أو منطقته الجغرافية أو بأخذ تمثيل مناطقي على هذا الموضوع، وإما بعبر عن أصحاب رؤوس الأموال فيها. إذن في احتكار مركزي مش للثروة صارت في المجتمع، وأيضا مركزي للقرار السياسي لأصحاب رؤوس الأموال وللكتل الاقتصادية الكبيرة في البلد. واليوم هاي الكتل بطلت رأس مال وطني، عشان ما أضحكش عمالها من 90 لليوم رأس مال الحاسم في البنوك الأردنية، شوفوا لوين، هو رأس مال مش أردني، لم يعد رأس مال أردني هو رأس مال أجنبي. صحيح. وبالتالي حتى قرارك الاقتصادي بده يصير يخضع لأهواء عمليات خارج الحدود أكثر مما هي تستند للثروات الوطنية، أصبحت 100% أكثر مما هي تستند للقاعدة الوطنية. إذا إحنا أمام هندسة، أنا بتمنى هون نأخذ السؤال أكثر من نأخذ السؤال إنه هل الأحزاب البرامجية من الأحزاب؟ طب حتى الأحزاب البرامجية لو صدقت حالها شوي زيادة عن اللزوم وقالت إحنا أحزاب برامجية ويا، كيف بدك تحل أزمة النقل في البلد وأنت ما عندك أي معلومات؟ اليو اس ايد عنده معلومات، أنت ما عندك. صندوق النقد الدولي عنده دراسات، أنت ما عندك إياها. حق الحصول على جائزة، حق الحصول على المعلومة مش متوفر يا جماعة. حق الحصول، الصحفي الأردني بيتمرمط إذا قدم معلومة طلب فيها بحق الحصول على المعلومة إنه يوصل لها. طب كيف تطلب مني بدي أحل لك مشكلة النقل؟ وأنا ما عندي تصور. شو داتا؟ داتا نفسها مش موجودة، داتا الوطنية اللي بدنا إياها مش عمالها بتتوفر. حتى الأحزاب البرامجية هاي اللي كثير مبسوطة على حالها، بكرة لما تصوت مع الموازنة هي أحزاب ليبرالية ضمنها والنيو ليبرالية ضمنها. شو يعني؟ أنت حزب برامج وبدك سياسة، طب ممتاز، بتروح بتصوت على ميزانية المحتوى الاجتماعي تاعها منحاز لأصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الشعبية كلها. تمام؟ وبيحمل تكاليف العيش على الكتل الاجتماعية من خلال رفع الضرائب على الناس المباشرة وغير المباشرة. صنفت حالك ولا ما صنفت حالك؟ علميا ستذهب في خانة الأحزاب اليمينية أو الأحزاب الليبرالية أو المسرفة والمتطرفة في ليبراليتها، لأنه أنت انحست اجتماعيا الحد الأدنى في التصويت على ثاني أهم قانون في البرلمانات بعد الثقة هو التصويت على الموازنة. إذا أنت أبحت كل السياسة اللي بتنحاز اجتماعيا وأصحاب رؤوس الأموال. صنفت ولا ما صنفت؟ أنت ضمنا ستصنف على هذه التيارات الفكرية والمرجعيات الفكرية. وبالتالي المسألة مش سؤال التصنيف، هل نحن أحزاب أيديولوجية ولا أحزاب برامجية؟ الكل منطلق من غيرته على البلد، لكن العملية السياسية مش بليدة. العملية السياسية مش بليدة. كل ما بتصبح هاي العملية السياسية حكر على أصحاب النفوذ وعلى رؤوس الأموال، لا أنت بتقصف قوى الشعبية. أنا بعطيكم مثال قانون الانتخاب اللي ما بتقدر تفصله عن قانون الأحزاب. قانون الانتخاب سمح للنواب للمرشحين بأنه يصرفوا 5 دنانير لكل نائب في دائرة مثل الزرف، بمعنى سمح للمرشح الأقوى مالياً أو بنفذ جهة مالية اللي معاه مليون، سمح له أنه يكون سقف حملته مليون دينار. طب أنت بين أقصيت مين؟ لما إحنا كنا نطالب بدنا سقف للحملات الانتخابية، بدنا الإعلام يفتح مجال لكل المرشحين أن يطرحوا برامجهم على وسائل الإعلام حتى يكون إعلام دولة وليس إعلام سلطة. إذن أنت عملياً تقصي بطريقة أو بأخرى الطبقات الشعبية اللي قد تستطيع أن تمثل نفسها في كتل سياسية نقابية اللي بدك إياه، ولكن هي لا تملك لا من الأدوات ولا من الموارد أنها تواصل هذا المسألة. وأنا بدي أحكي الوقت وأنا ملتزم معك الوقت، أنا بدي أحكي بالأخير أنا بدي أحكي بالأخير إنه لازم نعمل محاكاة. كل شوي بيطلع عنا بالبلد إشي. طب الأحزاب الوسطية في التسعينات على ما أعتقد اندمجت، وتجربة عبد الهادي المجالي المرحوم أكبر دليل.
كان في حكي انه بدها حكومة برلمانية واندمجت كل الأحزاب الوسطية في البلد. وين كان مقال التجربة؟ ما تشكلت لا حكومة برلمانية. وأتوقع عبد الهادي المجالي وصل في بالدرجة انه كان بيمثل في البرلمان 40 نائب، البرلمان اللي بعده سبحانك بقدرة قادر نائب واحد اللي حرر جنابه. طب شو عملية سياسية يا بتمتلك ونؤمن فيها ونؤمن بتوعدها وتمتلك للناس والناس تمثل وبدي أقبل. إذا بكرة إذا شكل الحكومة خصم لإلي سياسي أنا بدي ألتزم بالحقوق الدستورية وبدي أظل أتخاصم أنا وياه بكون جدل فكري وسياسي واللي بدك إياه وطني في البلد. بس مش بكرة أنا بدي يوصل الإسلاميين ولا بدي يوصل الشيوعيين ولا بدي يوصل نسينا إحنا نكثر في الناس ونكثر في العملية السياسية. لا، وديروا بالكم وكل أربع سنين بنحط قانون حسب الحاجة حسب الطلب. الأردنيين ما بيلتاموا بيمارسوا علينا إنه هم متفوقين علينا في العملية السياسية. لا، احنا من 89 لليوم كل دورة انتخابية بتقول لنا قانون انتخاب جديد. ما سمحت للناس لا ترى القانون ولا تراكم الخبرة المطلوبة لحتى تختبر هذا القانون وتختبر مواقع ضعفها مواطن ضعفها مواطن قوتها. وبالتالي انا ارجوكم السؤال لا يجب ان يكون احزاب برامجية ام احزاب ايديولوجية. واللي بده يغلط في هذه المسألة هو بيغلط في الوهم. السؤال الاساسي في الاردن، هل نحن مقبلون على مرحلة سياسية جديدة؟ إذا احنا مقبلين، هل هناك إيمان من السلطة في مبدأ تداول السلطة؟ هذا أهم شيء. هذا احنا من جمعيات خيرية يا جماعة، من جمعيات ولا مراكز فكر ولا مراكز ثقافية، كله له وظيفته في المجتمع. الأحزاب غايتها الوصول للسلطة، والبرلمان مش بس خطاب وتشريع زي ما بيحكوا للناس. البرلمان هو اللي بشكل الخطة السياسية والحكومة. طب لما بنفتقد هاي الأدوات شو بضل؟ وبالتالي أنا بتمنى أن يكون السؤال هون. احنا بنرحب باي حدا من اولاد شعبه يعمل حزب ويعمل نقابه، هذا حق للناس. ومش هون الخلاف، ولا عمره راح يكون هون الخلاف. اذا الخلاف على الافكار وعلى السياسات اوف الف مبروك، وهذا الحوار بدنا اياه في البلد. لكن انه نبيع الناس وهم، والعمليه بتتمركز مثل ما تمركزت الثروه الاقتصاديه بايد ناس في البلد بايد شركات ومصالح، اليوم كمان صار بدين مركز القرار السياسي وفق الثقل الاقتصادي، هذا الشيء بدنا نفكر فيه ولازم نفكر فيه. ويعطيكم الف شكرا دكتور عمر. يعني كلام الدكتور عمر اعتقد لا نستطيع ان نلخصه، بل يجب ان نستفيد في ما تفضل فيه. هو احنا سؤالنا هو سؤال استنكاري مريء، سؤال استنكاري، لانه ايضا فعلا لا نرى ان هنالك شيء اسمه احزاب برامجيه او برامجيه الاحزاب. احنا نعرف انه حزب سياسي ممكن ان يطرح برنامج، ممكن ان يكون هذا البرنامج مرحلي وبرنامج استراتيجي، ممكن ان يكون هذا البرنامج مده زمنيه محدده. لكن يعني ما عمرنا تعلمنا بالتاريخ السياسي أن هنالك أحزاب تنظر في تثبيت شوارع أو في برامج أو في برامج لتثبيت الشارع ولا بناء مدرسي ولا بناء. أعتقد أن الأحزاب أن تكون بتعريف القانون الحقيقي للأحزاب، وهذا هو القانون الوحيد اللي عرف الحزب بشكله الحقيقي، هو مجموعة من الناس تسعى للوصول إلى السلطة. ولكن أيضا نعود ونقول، ما هي السلطة التي يسعى هذا الحزب للوصول إليها؟ إذا عرفنا إنه الحكومات البرلمانية أو الحكومات القادمة ستكون هي عبارة عن حكومات إدارة محلية، والسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية مربوطة بجهات أعلى، وأن رئيس الوزراء سيصبح عبارة عن رئيس بلدي يستطيع أن يقود شركة. في ظل هذا نحن، هل نحن بحاجة إلى أحزاب برامجية دكتورة؟ دكتورة الحديث. مساء الخير للجميع، كل الشكر لأستاذ
ربع ساعة لكل هالأسئلة اللي بتطرحها. لسه في جولة ثانية. في جولة ثانية لك. يعني بدي أحاول إني أكون مختصرة. الأسئلة اللي انطرحت والكلام اللي تفضل فيه الدكتور وبين الكتاب والأستاذ عامر يعني أسئلة استراتيجية ومحورية ومهمة. وكل سؤال فيهم بحاجة لندوة. كل سؤال كل عنوان طرح الليلة بحاجة دكتور علي صوتك عندنا المايك قرب المايك استنى اصلا هلا برفع لك استنى شوي احمد انا لاني مرتاح يعني خليها تحمل شوي مش حابب اني اعصب بس اعصب بترفع الصوت لحالي اجمالا يعني الحقيقة الموضوع اليوم موضوع كبير خطير وعنوان الندوة انه احزاب برامجية ام ايديولوجية بحد ذاته هو عنوان لحاله بده ندوة اللي حكى الدكتور عمر قصة اخرى واللي عقب فيه الاستاذ عامر قصة ثالثة فانا بدي اختار الان بدي انسلخ شوي عن العنوان واخلي اخر كم من دقيقة للعنوان لانه بصراحة مناقشة الافكار اللي جاء فيها الدكتور عمر اهم من وجهة نظري من الصراع انه والله هل المطلوب في المرحلة القادمة احزاب ايديولوجية ام احزاب برامجية انا شخصيا كشخص لا اعترف بوجود شيء اسمه حزب برامجي لا يستند الى نظرية ينطلق منها كيف بدك تحل شو يعني برنامج البرنامج يعني برنامج للحل يعني انا عندي حل لمشكلة البطالة عندي حل لمشكلة الاقتصاد عندي حل لمشكلة المجهونية طب هذا الحل كيف بدي اطلع فيه اذا ما عندي نظرية سياسية اقتصادية اجتماعية بتوجه هذا الحل معناته احنا بالنهايه بدنا نرجع للايديولوجيا شئنا ام ابينا الايديولوجيا السياسيه لانه الايديولوجيا بالواقع هي برنامج للحل هي فكره او رؤيه من اجل الحل بس مفهوم الايديولوجيا والاحزاب الايديولوجيه في يعني منذ الحرب العالميه الثانيه الى اليوم خرج كثيرا عن المفهوم العلمي واكتسب ظلالا يعني كثيرا مش بس هيك لا ظلالا سوداء لما بترتبط الايديولوجيا بالحزب النازي بترتبط بالحركه الصهيونيه بترتبط بالفاشستيه بترتبط بالاحزاب الشموليه بترتبط بالاحزاب ذات الطبيعه النازيه والفاشيه وما الى ذلك يعني هاي قصه اخرى بدي اجلها للاخر لانه هذا موضوع فلسفي بده لا بده شغل كثير انا كنت معتقده ما حنحكي في هذا الموضوع بس ما انه الدكتور انزلنا الى ارض الواقع وإلى الساحة الأردنية وإلى الحالة الجديدة اللي إحنا فيها اليوم وهل نحن على أعتاب حالة جديدة أم لا أنا أرى أنه من المفيد أكثر للناس اللي بتسمعنا اليوم نحكي عن الحالة الجديدة أو عن المرحلة الجديدة أنا ما رح أختلف كثير مع الدكتور عمر في التشخيص ولكن سأختلف معه كلياً في الرؤية هو شخص هو شاف الواقع كما نراه جميعاً يعني ما حدا بيقدر يحكي له اللي انت حكيته غلط بس هو مش شايف اننا فعلا على اعتاب تحول كبير قادم تحول عالمي تحول اقليمي تحول محلي مجموعه التحولات والتفاعلات بينها على المستويات الثلاثه هي امر واقع جديد قادم لا نستطيع ان نتكهن من الان بنواتجه ومخرجاته ولكن عنوان الصراع في هذه اللحظة مش بدي حزب ايديولوجي ولا بدي حزب برامجي الاثنين لازم يعطوني برنامج الحزب الايديولوجي بده يعطيني خطة للحل والحزب البرامجي بده يعطيني خطة للحل الصراع اليوم العنوان اليوم هو هنالك تغيير قادم هنالك تحول قادم أو تحولات كبرى قادمة من سيدير هذا التغيير من سيدير هذه التحولات هل تترك التحولات القادمة لذات الأشخاص ولذات الأدوات ولذات الأفكار ولذات الاستراتيجيات التي أنتجت حالات متواصلة من الفشل والضعف والوهن والتشرذم مش بس في الساحة المحلية وإنما على الصعيد العربي اليوم الوحدة العربية أبعد ما تكون عنا اليوم الأحلام اللي أنا تربيت عليها أنا وليد سنة 1968 وتربيت على حلم الوحدة العربية وأفكار القومية العربية وأننا أمة واحدة ذات رسالة ثابتة شعار حزب البعث الشهير أنا مش بعثية وعمري ما كنت بعثية وعمري ما كنت منتمية لحزب سياسي قبل
تحولي من الإعلام إلى السياسة. بعد ذلك اكتشفت أنه لا تستطيع أن تعمل في السياسة بدون حزب. أنت بحاجة إلى ذخيرة استراتيجية وراءك من الرجال والنساء والأفكار والبرامج والخطط والناس اللي بتنزل على الميدان. لا تستطيع أن تعمل سياسة بدون حزب. حكي فاضي أنك تشتغل سياسة بدون حزب. فالسؤال اليوم، من سيدير هذا التحول القادم؟ اليوم شو اللي صاير؟ ما أسماه الدكتور عمر بهندسة الأحزاب هي إحدى أدوات ووسائل القوى القديمة لمد سيطرتها إلى المستقبل، إعادة إنتاج نفسها في السنوات العشرين القادمة عبر شعارات جديدة، بوابة جديدة اسمها الأحزاب، ولكنها في الواقع هي استمرارية للوضع الراهن. ويريتها استمرارية للوضع الراهن، هي أسوأ من ذلك، هي إيذان بمزيد من التراكم، إيذان بمزيد من الانحدار الاقتصادي، من تزايد العجز والمديونية، تزايد الفقر والبطالة وكل الأمراض والعلل اللي احنا بنشكي منها، والتخلي عن آخر ما تبقى للدولة من موارد، إذا كان قد تبقى من موارد. اليوم خصخصت وزارة العمل، أنا بسميها خصخصت وزارة العمل. اليوم التخلي عن وزارة العمل وتوزيع دمها بين القبائل وإعطاء جزء من الصلاحيات لوزير الداخلية وجزء من الصلاحيات لوزير الصناعة والتجارة، أنا أنظر إليها باعتبارها خصخصة للعمال الأردنيين، باعتبارها تخلياً عن العامل الأردني، لأنه أهم وظيفة ودور لوزارة العمل هو حفظ التوازن في سوق العمل بين العمال ومالكي رأس المال وأصحاب العمل. هذا دور الوزارة. هلأ إلى أي مدى كانت تنجح أو تفشل في هذا الدور، إلى أي مدى كان الوزراء فعلاً فاهمين دورهم ومؤهلين للعب هذا الدور أم لا، هذه قصة أخرى. فساد التطبيق لا يجعل النظرية فاسدة. لما بكون في تطبيق منحرف أو سيء أو ضعيف أو فاشل، مش معناته أن النظرية فاشلة بالضرورة. فاليوم لما إحنا نتخلى عن وزارة العمل وبتجينا كمقترح من مقترحات الحكومة ضمن التطوير الإداري أو الإصلاح الإداري، هذه كارثة. يعني إحنا انتقلنا من خصخصة الموارد إلى خصخصة الإنسان، وسوف تلحق بها خطوات أخرى. وهيكم شايفين قصة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في التعليم، وتجربة المدارس الآن التي يراد القطاع الخاص أن يبنيها وأن تشرف على إدارتها وزارة التربية والتعليم. قرأتوا عنه ولا ما قرأتوا عنه قبل فترة من الزمن؟ وجايين على الطريق في ظل الفشل الشنيع لإدارة ملف الصحة في البلد في القطاع الحكومي، مقبلين على اقتراحات أخرى لخصخصة قطاع الصحة. إذن بعيداً عن التفاصيل، نرجع للرؤية العامة. والسؤال الأساسي الحقيقي اللي لازم يكون عنوان كل الحوارات اليوم، من سيدير التحولات القادمة؟ القوى اللي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم تسعى، نعم، إلى السيطرة على المشهد القادم، وتسعى إلى إشعار الشعب الأردني، أردنيات وأردنيين، تسعى إلى إشعاركم بالعجز وأنكم لا تستطيعون التغيير، وإنه ليش تغلب حالك وتروح على صندوق الاقتراع؟ ما هم حيزوروا وحيجيبوا اللي بدهم إياه. وليش تغلب حالك وتنتمي لحزب؟ ما انت بكره حتستهزر وينادوك الاجهزه الامنيه ويحققوا معك سين وجيم، ولادك ما يشتغلوا، اذا انت شاب مش راح تلقى فرصه عمل، مش حتلقى مكرمه وما الى ذلك. هذا ما يتم بثه عبر اكثر من 50 سنه من الزمن لعقولكم. اشعاركم بانكم عاجزون، اشعارنا باننا عاجزون غير قادرين على الفعل، وبالتالي شو بصير فينا؟ نستسلم لإرادة هذه الفئة اللي هي أقلية، هي لا تشكل أكثر من 1% من المجتمع الأردني وحتى من المجتمعات الأخرى، لأنه القصة ليست أردنية. يعني ما يحدث لدينا ليس نموذجا فريدا خاصا بالأردن، هو نموذج متكرر في كل دول العالم. إحنا اليوم العالم معولم في الشر وفي الخير، شركاء في العلل والأمراض وفي الخيرات والنعم، نحن شركاء في كل شيء،
ما بيختلف اللي بيحصل عندنا على اللي بيحصل في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا والسودان وسوريا وما الى ذلك. اذا السؤال هو هذه الفئه المتنفذه اللي وصفها الدكتور عمر والتي تملك المال وتملك النفوذ تملك ادوات القوه، وشو هي السياسه؟ السياسه علم القوه، علم اداره الصراعات داخل المجتمع، التوازنات داخل المجتمع، مين اللي بده يسيطر على القوه؟ مين بده يسيطر على المال؟ مين بده يسيطر على الصناعه؟ مين بده يسيطر على الزراعه؟ مين بده يسيطر على الاسواق؟ مين بده يسيطر على المعرفه؟ المعرفه اليوم قوه اهم من كل اللي انا عددته اليوم. الاعلام، مين رح يسيطر على الاعلام؟ القوه الناعمه التي تصنع العقول واللي وصلتنا الى الحاله اللي احنا فيها اليوم. هل رح نترك المجال احنا كشعب اردني وكشعوب عربيه وحتى كشعوب عالم ثالث؟ هل ناويين نستمر في حاله الياس والاحباط والعجز اللي احنا يعني ماشيين فيها صار لنا فتره طويله من الزمن؟ لما بنحكي 30% نسبه اللي بيروحوا على الصناديق، شو يعني؟ يعني الاكثريه 70% قاطعت، اما لانه جزء منها غير معني، واما لجزء منها فاقد الامل ويائس وفاقد الثقه ولا يثق باحد. لا يثق بمرشحين ولا يثق بمؤسسات ولا باحزاب ولا برلمانات ولا بغيره ولا حكومات ولا غيره. طيب هل بدنا نضلنا في هذه الحاله؟ ولا بدنا نحاول نخرج من هذه الحاله؟ لما بتكون انت في نفق مظلم وما بتعرف نهايته وين، امامك واحد من طريقين، اما ان تستسلم وتموت في مكانك لانك مش عارف تحكي انا خايف اذا مشيت رح تطلع لي حيه وتدرسني، بلكي اذا مشيت شوي بهجم علي عقرب ولا ثعبان ولا ذيب ولا كذا ولا الى اخره، فخليني قاعد في محلي سلم. ثم شوي شوي يوم بعد يوم ما عنده مي، ما عنده اكل، ما عنده اكسجين، الاكسجين عنده ضيق في هذا النفق وسينتهي به الحال الى الموت. في حين انه لو حاول وواصل ومشي حتى هو ماشي في الظلمه ومش عارف، هو مش عارف رايح الى النور ولا مش رايح للنور، هو لا يعرف ان كان هنالك مخرج في نهايه هذا النفق ام لا يوجد مخرج، ولكن محاولته تعطي له احتمال 50-50، عدم محاولته بتعطي له امتحان 0-100. حالة الشعوب العربية اليوم 70% غير المنخرطين في أي شيء، لا أحزاب ولا انتخابات ولا نقابات ولا بلديات ولا لا مركزية ولا غرف تجارة ولا أي شيء من هذه الأجسام الكثيرة الموجودة من أجل التعبير عن الناس والتمثيل عن الناس، غير منخرطين ولا يعنيها. وحتى لما بتابعوا سياسة بتابعوا سياسة خارجية روسيا وأوكرانيا، بتابعوا سياسة بالأردن وانتخابات أمريكا وبريطانيا وألمانيا، إحنا بنحكي في الشأن البريطاني وفي ليز تراس أكثر ما بنحكي في بشر الخصاولة. فاليوم إحنا كشعب يا إما بتكون نظريتنا احتمالاتنا 0-100 أن نبقى فيما نحن فيه من عجز ومن فقر ومن مديونية، إحنا كلنا مديونين، في حدا بهالقاعة هاي مش مديون بالله عليكم؟ أنا شخصياً مديونة بعدة أشكال من الديون. في حدا مش مديون؟ في حدا مش ماخذ يا قرض شخصي، يا قرض سيارة، يا قرض بيت، يا قرض مش عارفة إيش، يا قرض تعليم؟ عندي هلس مش غير رجع هلس إلى إنه عزاني. فاليوم إما بنضلنا في حالة الصفر وننزلق منها إلى ما تحت الصفر، وإما بناخذ نسحب ورقة اليابسين وبنمشي في هذا النفق المظلم على أمل أن يقودنا إلى المخرج، إلى النور، إلى طاقة الفرج التي نحلم بها. هلأ شو الفرق الأهم من هذا الكلام؟ تمام، إذا استسلمنا وتركنا الفئة اللي تحدث عنها تعمل الأحزاب الجديدة وتنزل على الانتخابات القادمة وتشكل الحكومات القادمة، شو صار؟ ستفشل التجربة الحزبية.
ولن تقدم هذه الأحزاب شيئا للناس، لن تحل أي مشكلة أبدا، لأنها لا تملك نظرية، ليس لديها نظرية فكرية تنطلق منها لتقدم حلولا للناس. هي تجمع لأشخاص، لقيادات، هذه القيادات طامحة لتولي السلطة ولكنها لا تملك برنامجا للحل بالنسبة للشعب الأردني، وهي ذات الشخوص التي أنتجت ما نحن فيه من بؤس. وإذا ما كانوش هم قرايبهم ونسايبهم وعيال عمهم وعيال خالاتهم، في حين إنه هذا المشهد يمكن أن يتغير، يمكن أن يتغير لما إحنا 70% نقرر إنه ندخل وما نضلش على الحياد وما نضلش ياسنين، ونقرر أن نلتحق بحزب حقيقي شعبي جماهيري لديه رؤية لديه حلول، في ناس بنثق فيهم بنثق في تاريخهم، شايفين تاريخهم، وبنحط إيدينا في إيدين بعض ونمشي لتغيير المشهد القادم. ما في أمامنا إلا الانخراط، ما في أمامنا إلا الإيجابية، ما في حل أمامنا إذا بدنا نغير إلا العمل وأن نفترض الأحسن وليس أن نفترض الأسوأ. الشعوب العربية خضعت لشيء اسمه نظرية الصدمة، وهذا تخصصي، أنا أصلاً سيكولوجيست، أنا متخصصة في علم النفس. يعني إيش نظرية الصدمة؟ يعني بضلهم هالحكام هالأقلية اللي بتحكمها بتضلها تصفي تصفي تصفي. في البداية أنت بتتمرن زي أي واحد فينا، لما بتنضرب كف بتروح أنت بتهجم، بدك تكسر إيدي اللي ضربك، صح ولا لا؟ البداية أنك بتواجه العنف بعنف مضاد حتى على الأقل تحمي نفسك. ففي البداية كنا نصد عن أنفسنا هذه الضربات، ولكن الضربات والعصي استمرت في النزول علينا، على ظهرنا وعلى وجهنا وعلى رأسنا وعلى كل مكان فينا. فشو صار بالآخر؟ تعبنا واستسلمنا، ظلت تحولت الضربات من ضربات إلى إعدامات، وبالتالي أصبحت هذه الفئة القليلة المتنفذة قادرة أن تنفذ كل ما تريد، في ظل أنه إحنا ما عدناش نتنفس، ما عدناش نتحرك. إذا وعينا ما تعرضنا له من تغيير ممنهج في التفكير وفي القيم وفي السلوك، وواجهناه وقاومناه وبدأنا بعكس اتجاه حركة الساعة، ستتغير كل قواعد اللعبة. سنة 2024 ستكون علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية. أما إن استسلمنا وحكينا فخاري كسر بعضه وما فيش فايدة، والأمن والعصا الأمنية والنخب المغيرها والهندسة الحزبية إذا ضلينا بهذه الخانة، إذا 2024 ربما تقود إلى ما لا تحمد عقباه، لأنه الناس ممكن تصبر على كل شيء، تصبر على فقدان الحرية، بتضحي بالحرية مقابل إنها تكون عايشة، مقابلها تأكل وتشرب. بس لما بتفقد قدرتها على إنها تأكل وتشرب، ساعتها ما بيظل أمامها إلا النزول للشارع، وهذه النخب الجديدة ليس لديها حل، لأنه ما عندهمش برنامج، ما عندهمش فكر، ما عندهمش رؤية، ينطلقوا من نفس الحالة الفلسفية الفكرية الاقتصادية الاجتماعية السياسية القيمية التي أنتجت ما نحن فيه اليوم. بدنا نغير، إحنا بحاجة إلى برنامج نقيض، برنامج مضاد للبرنامج اللي وصلنا لما نحن فيه اليوم، وهذا البرنامج في إيديكم اليوم للمرة الأولى، أصبح متاحا لكم أن تنتموا للأحزاب. وفي نص واضح وصريح في قانون الأحزاب بيحكي لا يجوز أن يتعرض أي شخص للمساءلة بسبب انتمائه الحزبي، والمادة اللي وراها بتحكي
يغرم ويسجن. اللي بينتهك هذا النص يعاقب بالسجن وبالغرامة. فإذا لأول مرة في إرادة من أجل التحول. أرجوكم ما تضيعوها. شكرا. شكرا دكتورة. يعني صعب أن نكون بين صوتين ونحاول أن نقولهم يختصوا، لكن إحنا بدنا أيضا أن نسمع للجمهور. إحنا إذا سمحت أوقف بس خلينا نوقف.